صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 59 لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة شؤون البلديات والزراعة وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة جاء فيه يعين السيد محمد جواد حسن علي مديرا لإدارة المشاريع بوزارة شؤون البلديات والزراعة